أطنان من المساعدات الإنسانية ستنقلها قوات الجيش والبحرية الأمريكية إلى غزة، ولكن هذه المرة من خلال ميناء بحري مؤقت. إذن الجيش الأمريكي سيقوم بتجميع المنصة العائمة الكبيرة على بعد عدة أميال من ساحل غزة، والتي ستكون منصة انطلاق لعمليات التسليم. البنتاغون أعلن أن المساعدات ستنطلق من جزيرة قبرص ليتم بعدها تفتيش ومن ثم تحميلها على منصات نقالة، فيما تنقل تلك المساعدات عبر السفن التجارية لمسافة تزيد عن 200 ميل إلى الرصيف الذي يقوم الجيش الأمريكي ببنائه، ومن ثم الجيش الأمريكي سيأخذ المساعدات من السفن التجارية يقودها بعد ذلك إلى قوارب أصغر. هنا ينقل الجيش الأمريكي المساعدات من القوارب إلى جسر عائم، بعدها تؤخذ المساعدات إلى منطقة آمنة حيث يتم تفريغها لتستلمها وكالة الإغاثة. أعلن البنتاغون أن 1000 جندي وبحار أمريكي سيشاركون في مشروع الميناء المؤقت، كما أن الميناء سيمكن في البداية من نقل حوالي حمولة 90 شاحنة من المساعدات يوميا، سيصل في النهاية إلى حمولة 150 شاحنة يوميا.